خليني في الاول كده اسال حضرتك، هو الشغل تحت ضغط، هل دوت اللي بيقدر ان هو يستمر في شغل تحت ضغوط ده بيبقى مهاره منه، ولا دي بتبقى موهبه، ولا دي حاجه لازم هو يتعلمها؟ خلي بالك عندنا مفاهيم خاطئه منتشره جدا وعايزين نصححها ونشتغل عليها. اول حاجه بيقول لك الشغل تحت ضغط بيطلع شغل حلو جدا، الشغل تحت ضغط بيخليني اشتغل، انا بفضل قاعد ساكت 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 واجي في النهايه اضغط نفسي عشان اشتغل، انا افضل السنه كلها ما ذاكرش واجي قبل الامتحان باسبوعين ثلاثه اذاكر فانجح فاجيب مجموع. خطأ جدا جدا. الشغل تحت ضغط، العمل تحت ضغط، المذاكره تحت ضغط شيء مش صحي جدا جدا، بالعكس بيأثر عليك صحيا ونفسيا وجسديا ومعنويا، غلط جدا جدا. اوعى تشتغل تحت ضغط، ليه؟ هيعود عليك بالسلب على صحتك وعلى اعصابك أكيد. وعلى بيئتك وعلى توترك. مفهوم خاطئ وشائع جدا، تكلمي اي حد ده انا مضغوط جدا جدا. ليه يا جماعه مضغوطين ليه؟ ما احنا مش عارفين ننظم وقتنا صح، ما احنا مش عارفين نستغل وقتنا صح، ما احنا مش عارفين نكتشف نفسنا صح. تلاقي واحد بيبحث عن عمل مضغوط جدا عايز يشتغل وخلاص، عايز طب وبعدين الضغط لحد امتى؟ لابد ان احنا نحول بقى ضغوط العمل لنجاح. يلا بينا عايزين نحول. خليني بس قبل ما ننتقل ان احنا نحول ضغوط العمل لنجاح، يعني حضرتك ذكرت كده ان الناس هي اللي بتبقى ضاغطه نفسها، بس في ناس بتبقى محطوطه تحت ضغط غصب عنها. عاوزين بقى هم دول اللي احنا نقول لهم بالظبط يعملوا ايه عشان يقدروا ان هم يعني يشتغلوا تحت الضغط ده، هم الضغط دوت مش طيب هم تعال ناخد مثال نفسهم. تعال ناخد مثال، موظف في مكان ما المدير بتاعه حاطه تحت ضغط، يعمل ايه هو؟ هو لو اشتغل صح، هو لو نظم وقته صح، هو مش هيتحكم في مشاعر المدير لكنه هيتحكم في نفسه ويعكس نفسه على المدير بتاعه. اذا نظم وقتك، اشتغل صح، اعرف قدراتك، انت طبيعي مش هتخش جوه دماغ المدير بتاعك، لكن في ايديك ان انت تنظم نفسك، انت اللي احنا بنسميه الذكاء العاطفي، الوجدان العاطفي، ازاي اتحكم في نفسي وينعكس ده على شغلي، على عملي، على انتاجيتي، ازاي اكون انا بعيد عن الضغط دوت، هو حتى لو مدير موت شويه، مش طبيعي شويه، عايز يحطني تحت ضغط، ازاي انا اطلع اول حاجه ان انا ادي ما عليا، ان انا انظم وقتي صح، ان انا اشتغل صح، ان انا اكون متواجد، ان انا اعرف نفسي صح، عشان ما خلوش هو يتحكم فيا بمزاجه هو، لا ما انا اتحكم انا بمزاجي في نفسي وفيه. اذا انا وظفت ضغوط الشغل اللي هو حاططني فيها لمصلحتي انا ومصلحه عملي انا عشان انجح في النهايه، واحول ضغوط العمل الى حياه، الى نجاح. بس ده مش سهل برضه يا استاذ اشرف، يعني خلينا نقول ان انا مثلا بشتغل تحت ضغط او مديري مضايقني وضاغط عليا ومخليني طول الوقت اندر ستريس كده، فانا لازم اكون يعني مجرد ان انا هرتب وقتي او كده انا خلاص كده هعرف اشتغل تحت الضغط ده. أنا في ناس ممكن الضغط يخليهم ينقلوا الكارير بتاعهم كله، يروحوا يسيبوا شغلهم يروحوا يشتغلوا حاجه ثانيه. انا لسه حد مكلمني بيقول لي انا سبت شغلي عشان المدير بتاعي بيضغط عليا وخلاص انا قاعد في البيت وفلوسي وبيتي. طب نصحته ايه بقى؟ ايوه احنا عاوزين بقى مثال حي كده للناس ممكن يعملوا ايه اللي هو بيغير. قلت له يا خالد اولا حاول تتاقلم مع المدير يعني بتاعك. بص يعني احنا عندنا خالد ما تكلمش استاذ اشرف دول على حاجه تانية قبل الهوا، مصر كلها عرفت ان انت هتغير كارير. خلي بالك يا خالد، قلت له اول حاجه اتعامل مع المدير بتاعك، قبل ما تتعامل معه افهمه، افهم ايه اللي في دماغه وحاول تعيش معاه شويه، حاول تخش يعني احنا بنعلم الناس حته الذكاء الوجداني، ازاي يتحكم في احاسيسه واحاسيس اللي قدامه كمان عشان يوصل صح معاه، مش تتحكم في وقتك بس، ده انت قبل ما تتحكم في وقتك حاول تشوف هو بيعمل كده ليه. اقعد مع نفسك كده واعمل ثلاث حاجات، اعرف ذاتك، امنح ذاتك، قدر ذاتك. امنح اعرف ذاتك يعني ايه؟ انت امكانياتك ايه؟ شغال ايه؟ بتعمل ايه؟ ايه هي مواهبك؟ هو بيجي يحطك تحت ضغط ليه؟ في حاجه غلط عندك؟ هل في مشكله عندك؟ الحاجه الثانيه ابدا بقى شغل ذكائك العاطفي ناحيته هو، اتعامل معاه بالمود بتاعه، اتعامل معاه نفس اللي انا بقوله له الكلام دوت، طبقه بعد ما خد اجازه يومين، قلت له خد اجازه يومين اولا، ابعد شويه عن الشغل، معلش من الاجازه السنويه بتاعتك المستقطعه عشان تبدا تبعد شويه عن الضغط اللي هو حاططه لك، وابدا بعد كده ارجع فايق شويه، بعدت عن المشكله، حدد ايه هي المشكله؟ المشكله في المدير، في طبايعه، في اخلاقه، في صفاته، حط المشكله نفسها، المشكله فيك انت، احتمال تكون فيك، ليه لا؟ هو كل حاجه عليه هو فيك وانت مش شايفها او مش حاسس ان المشكله فيك انت وحاطط المشكله. لذلك كل اصدقائنا الباحثين عن العمل وكل اصدقائنا اللي عايزين يشتغلوا وكل اللي بيبحثوا عن عمل وللاسف
ما وفقوش لحد الان في الحصول على عمل، بقول لهم خلي بالكم في مشكله فيكم، المشكله مش في سوق العمل، سوق العمل موجود، انت في ضغط، انت واقع تحتي ان انا عايز اشتغل بقى وبيتي وحاجات زي كده. أيه. اطلع من الضغط دوت انك انت تعمل خطوات جاده، خطوات صحيحه عشان تحصل على العمل. زي ما انت عملت خطوات جاده عشان تتعامل مع مديرك، فهمت ايه المشكله، حددت نفسك، اعتمدت يكون عندي المشكله انا. كذلك الباحث عن العمل، في مشكله، في مشكله مش لاقي عمل ليه؟ عشان في مشكله عنده.